الصيف وموجة الحر المصاحبة صارت هم لا يطاق، وباتت تفتك الجميع بلا رحمة، فيصبح ضحيتها الإنسان والحيوان، وأكثرهم عرضة كبار السن والأطفال وذو الأمراض المزمنة. في المناطق الساحلية والصحراوية تشتد الحرارة، وتعد عوامل البيئة وقلة الأشجار والانحباس الحراري أبرز العوامل المشجعة لارتفاع درجاتها، وغيرها من العوامل التي تحول حياة السكان جحيماً لا يقدر عليه. هناك العديد من الأعراض، من ضمنها أول شيء ارتفاع درجة الحرارة، الشيء الثاني اللي قلنا ارتفاع درجة الحرارة والتي توصل ممكن توصل إلى 40 درجة مئوية. الأعراض الثانية والتي هي فقدان الوعي أو تدهور في الوعي الصحي للمريض من هذيان وارتباك، وممكن تؤدي إلى تشنج وفقدان الوعي، ممكن تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله، بالإضافة إلى وجود احمرار أو تغير في لون الجلد الجسم إلى الاحمرار. النوع الثالث اللي ممكن يؤدي كمان ارتفاع في وظائف أعضاء الجسم، من ضمنها وظائف الرئة، وظائف القلب، وظائف الكبد، بالإضافة إلى تهتك بالعضلات. كمان ممكن يؤدي أيضا إلى صعوبة بالتنفس أو التنفس السريع يسمى. إن التعرض المباشر للشمس في هذا الفصل قد يعرض الأشخاص لأمراض تبدأ بالصداع والحمى وتتضاعف، وقد تصل إلى الجلطات وأمراض أخرى سببها الرئيس الحرارة، فلا بد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال ذلك. بالنسبة للوقاية من ضربات الشمس، أول شيء الابتعاد أو عدم التعرض لفترة للشمس، لموجة الشمس، وبالذات في فترة الذروة اللي تكون من الساعة 11 غالبا للساعة 4 مساء. الجلوس في أماكن باردة، الاكثار من شرب السوائل، الاكثار من الفواكه والخضروات المحتوية على سوائل عالية، من ضمنها البطيخ والمشمش والخوخ. كمان عدم لبس الملابس الضيقة والكثيرة، وإنما يلبس ملابس خفيفة، والفضفاضة لازم تكون واسعة، لبس المظلات أو لبس الطاقية ومع النظارة الشمسية، واستخدام كمان المظلات الشمسية. ما يعيشه المجتمع من وضع مأساوي لم يمكنه من اتخاذ الوقاية بالشكل الكامل، فانقطاع الكهرباء المتكرر في بعض المناطق والمساكن يجعل من سكانها غير قادرين على التكيف مع الجو فيها كمخيمات النزوح. كل ذلك يجعل اليمنيين أكثر تضررا من هذه الموجة التي تبلغ ذروتها في هذه الأسابيع.